ما تفسيرك لتصريح واشنطن عندما قالت بأن توقيف تصدير النفط يصب في مصلحة إيران؟ حقيقة هذه التفسيرات يبدو مسيسة نوعا ما. حقيقة الوضع في العراق ليس يعني كل الأطراف ما متفقة على موقف واحد. فالاتفاق الذي وقع يوم 4 نيسان بين حكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لترتيب آليات تصدير نفط عبر سومو، والإيرادات تذهب إلى حساب للإقليم تشرف عليه ديوان الرقابة المالية، هذا يعتبر فكسر لجمود استمر لفترة طويلة بين الحكومتين، ويعتبر إنجاز للحكومتين، للحكومة الاتحادية وكذلك حكومة الإقليم. لكن بالتأكيد الجهات الحزبية والسياسية المتنافسة مع كتلة السوداني أو حتى مع الحزب الديمقراطي في أربيل قد يكون لها لتنافس سياسي دور غير مشجع أو غير بناء في إنجاح هذا الاتفاق الذي هو في الحقيقة يصب في مصلحة كل العراقيين والاقتصاد العراقي في حال تطبيقه.